السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بقى النهاردة مهمتنا دلوقتي ازاي نستخدم اللايبرال بتاعت بوتشرنيف من خلال الفريجمنت. احنا ضفناها طبعا من خلال ملف البيلد، او المفروض ندخل نشوف اللاي اوت بتاع الفريجمنت ده موجود فيه ايه. موجود فيه تكست فيو، طبعا عايز امسك التكست فيو ده خلاص باي دي، اقوم قايل له الاي دي بتاع تي اكس تي مثلا اندرسكور فريجمنت. هاجي هنا اقوم قايل انا عندي at point view at point view مين، هقوم قايل له ار دوت ال اي دي دوت التكست اندرسكور الفريجمنت خلاص، وقوم قايل له ده نوع تكست فيو ماشي، وسميه زي ما تسميه انت حر بقى، تكست اندرسكور فريج مثلا خلاص. طيب هتقوم جاي هنا هتقوم قايل له ايه البايندر ده بيساوي بوتشر نايف دي تمام دوت ايه، هتقوم قايل له البايند خلاص this ومين والفيو اللي انا واقف عليها خلاص. واجي هنا ما اعمل كريت فيلد للبايندر ده خلاص، وابدا اسيت فيو في اي مكان بقى. انا ممكن اجي هنا اقوم قايل ايه اون اكتيفيتي created مثلا ماشي، وابدا انادي على التكست فيو اللي انا معايا اللي هو تي اكس تي اندرسكور فريجمنت ده تمام. هاجي اهو هنا تي اكس تي اندرسكور فريج دوت ابند تمام هاي اجين، اخليه بس هنا بيساوي ايه زد تمام. لما الابلكيشن بيشتغل على الانديكيتور ظهر معاك هتبدا تديبج بقى، هيخش على الفريجمنت وبعدين على الاكتيفيتي، سوري من الاكتيفيتي على الفريجمنت. عدى هو دلوقتي السطر بتاع البايند تمام. نشوف كده اخش على الاكتيفيتي كرييتد، بص بقى معايا تكست فريج اوريدي هنا فيها داتا اهي، شايف ازاي تكست فريج بتساوي ايه فيها داتا ازاي؟ لان السطر ده موجود، كان الاول لازم تقول الفيو دوت فايند فيو باي اي دي، لو ما كانش السطر ده موجود كان يديلك نال بوينتر اكسبشن، لكن مع وجود البوينت فيو في الفريجمنت النهارده راح ادالك ايه من خلال الاوبجكت ده، قال لك ده شايل اي تول اي كنترولز موجوده على او اي فيو موجوده على اللي اوت ده اللي هو ماي فريج، وبالتالي مفيش نار بوينتر اكسبشن، واقدر استخدمه من اي فانكشن موجوده في اللايف سايكل بتاعتي سواء اون ريزيوم اون ستارت وات ايفر انا شغال فيه تمام. اشتغل عادي خالص راح ظهر لي I am your fragment دي اللي هي اصلا موجوده في التكست فيو، رحت انا قايل له ابند نضيف عليها هاي اجين، راح جه وراح ضاف لي جنبيها هاي اجين تمام. بس كده كده احنا قدرنا نستخدم البوتشر نيف لايبراري مع الفريجمنت. فاضل بقى ازاي نشوف نستخدمها مع الادابتر فيو مع الريسايكلر فيو مع الليست فيو وهكذا. شكرا لحضرتك.